صباح الخير شيرات، ان شاء الله تكونوا بخير. شو بغيت نقول لكم شيرات؟ اليوم بغيت ندير كاطو، بغيت ندير غولي راجلي جا في خاطره. ايه هادي شعال، ما درتش كاطو كيما هكا في الدار ايتو مع المرض، مع راكم عارفين. ايه قال لي ديريه لي على لوكازيون، بغيت نبارطاجي معكم لا غوسيت، ما نبخلش على خواتاتي حاجه اللي نعرفها نوريها لكم. يلا اختبعوا معايا لا فيديو حتى لا فان شيرات. فوالا بون، نبداو على بركة الله. شيرات نديرو، نسحقو 4 تاع البيض مع 3 مغارف كبار تاع الماء حامي، سواء تحمو سواء من السبالة. أنا درتها من السبالة، من السبالة درتها ديريكت. ونسحقو 125 غرام تاع السكر، ووحدة تاع لافاني. كيما كنتو تشوفو راهم زوج ألوان مختلفين هنايا. وجدت المقادير تاعي ديجا من قبل هكا باش نسهل العملية. وهنايا درت 75 غرام تاع فارينة، 75 غرام دو فارين، وهذيك البيضة لا مايزينا درت 50 غرام مايزينا، 50 غرام دو لا مايزينا. وني دايره معاهم الخميرة 3.5 خميرة، ولا ديروا نص باكي، ولا عينكم ميزانكم. بصح انا فوميو نخدم جو بريفير نخدم بالميزان هكا باش تجيني تجيني العمليه دقيقه. سيرتو هاد الصوالح تاع جينوازي تو، ننصحكم تخدموا بالميزان شيرات. الوغ هنا غادي ندير وحده زوج، ندير 4 تاع تاع البيض تاعي. كونكم شيرات سجلت الفيديو كملتها كاع وفرحت وبغيت ندير المونتاج. ايوا من بعد الغلبه كي تجي جايه، كي تجي دايره وتسود السعد فيها واحد الغناء وما يليقش ندخله، باسكو بريسك لي فيديو تاعي راهم كاع بال واحد الغناء اللي نورمالمون انتيردي في الـ في الـ في اليوتيوب. سي بور سا شيرات. ايوا فوالا غادي راني نعاود نسجل ونهضر نهضر فوالا نعاود نسجل لكم ونقول لكم اش درت. الوغ ندير 4 تاع البيض تاعي كيما وريت لكم، ودرت 3 تاع المغارف تاع المحامي. ايوا وقعدوا تخلطوا بالباتور مده 4 دقائق شيرات، حتى يضعف الحجم تاعها. بون نورمالمون الباتور ما نحبسوهش الشيلات، انا غير حبستاه باش نهضر معكم باسكو الحس تاع الباتور وكاع. اي على ديك خلوه الـ خلوه الـ الـ خلو لا فيتيس تاعها كاع ناقصه. ايوا وبداو ديروا في السكر تاعكم والافاني. كيما قلت لكم انا درت 125 غرام تاع سكر مع وحده تاع لافاني. ايوا قعدوا تخلطوا لمده واحد زوج دقائق هكا حتى يدخل كاع هذاك السكر في هذاك العجين. كيما كنت تشوفوا هنايا الحجم تاع البيض مع الماء ضعف، وهذا هو الهدف باش تجيكم كومين موس اللي قد جي كيما لاموس هكا، جي بيان كي نقول لكم بيان فيرمي هكا، جي الحجم تاعها متضاعف 3 خطرات. 4 حبات تاع بيض تخلطوهم غير هكا ما يجوش بزاف، بصح كيما كنت تشوفوا دروك الحجم تاعها ضعف. على كي تشوفوا الحجم تاعها ضعف بداو تزيدوا المقادير تاعكم، خلطوا غايه حتى يدخل السكر مع ما يبقاوش ما تبقاش تحسوا بهذوك الحبيبات هكا تاع السكر. خلطي سيداتي، خلطي جلطي غاية. ولا هاد الصوالح ساهلين شيلات في الدار، غير العجز والمرض الواحد ما يقدرش يطيب ويدير هاد الصوالح زعما طول طون على لوكازيون، مي
انا الوحده اللي قاعده في الدار عليها اللي دير ولادها ودير راجلها وفاميلتها وكاع، مي انا لا غالب انا من نخدم وكاع الوقت ضيق مع المشطه، ما نديرش هاد ما نديرش هاد الصوالح كل خطره كي ما نخدمش ما نديرش اي دار وقت تاني نورمالمون تاني ما تحبسوش الباتور شيرات توجور ديروه درجه درجه حراره بغيت نقول لكم حي لا فيتيس تاع الباتور تكون ناقصه وبداو تزيدوا غير بشويه هذيك الفارينه ولا مايزينا والخميره راني مخلطتهم كاع في رحبه الو درت 75 غرام تاع فارينه 50 غرام مايزينا ونص باكي تاع خميره ولا اللي عندها ميزان دير 3.5 غرام تاع خميره ايوا وتخلطوا الشيرات ما هنا كي تخلطوا راح صاي هنا كي تكملوا عمليه الخلطه تاعكم جيبوا البلا تاعكم وديروا في البلا اللي يكون الفرن شاعل ديجا من قبل على درجه 180 درجه باش كيما حنا نقولوا يخمر يليق يكون هكا يليق الكوشه هكا تكون كيما هكا حاميه شيرات. وغادي نزيدكم معلومه شيرات كاين اللي تبغي العجينه لا كولور تاعها تكون مارون زعما كيما حنا نقولوا بالكاكا ولا الوغ نعطيكم نصيحه زعما لا بات غير هي شيرات ديروا اوليو ديروا 75 غرام دو فارين 75 غرام فارينه جديروا غير 50 غرام تاع فارينه و25 غرام تاع كاكاو صافي يكون تحسبوا 50 غرام مع 25 غرام 75 ما يليقش ديباسيو باش ما تجيكمش يابسه وما تنقصوش باش تنشف لكم يليق العبر نيشان شيرات على ديك يليق لكم تخدموا بالميزان زعما من الاحسن وكيما راه متواجد في اكسيون كاع ماشي راني ندير لهم لا بيوب ولا مي راه متواجد في اكسيون ماشي غالي كاين زوج تاع لي موديل وحاجه براتيك في الدار ننصح بها كاع للناس اللي تبغي لا كويزين وكاع وتبغي طيب ايتو ننصحها بالميزان من الاحسن باش ديروا العبار نيشان بون انا جبت هنا بلا اللي تبغي دير فيه بلا كبير دير فيه بلا كبير بصح غادي تجي هرقيقه انا كنت ندير في البلا تاع الكوشه تاعي تاع الفوخ تاعي تجي شويه رقيقه مي شريت هاد البلا تاني اللي شريته من اكسيون فضلت هاد البلا تجيني غايه هكا شويه كيما حنا نقولوا شويه فوليوم هكا شويه من تبقى الوغ جبت البابي كويسون تاعي من الاحسن شي ديروا بابي كويسون باش ما تنغبنوش علاه يليق دوك من بعد تفهموا باسكو كي طيب غادي تيروا لي وهبيه بالبابي كويسون الوغ انا باش نلصق بابي كويسون تاعي جبت لاباط تاعي درتها من التحت باش ما يغبنيش هذاك البابي كويسون ما يبقاش يروح ادروات يا غوش اي على هذيك شيرات دروك غادي ندير لاباط تاعي في البلا هضرت بزاف كي شغل عييت اليوم سجلت الصباح وراني نعاود صافي كاع لي قلت راني نعاود فيه ما عليه شيرات مهم تستفادوا وديروا هاد الصوالح بنان شيرات والله الا بنان في الدار انا يعجبني سورتو راجلي يموت عليه مهم خاصكم تخووا كل شيء من الباسينه ما تخلوش حاجه ايوا حلوه في البلا تاعكم على حساب الاخر تاع البلا شيرات هاد لاباط تقدر ديروا بها شعال من حاجه اللي تبغي لي غاتو ايتو تخلي لي كومونتير نولي كل خطره شيرات ندير لكم كيما حنا نقولوا تدوا دي زيدي من عندي هكا واللي تعرف كاش حاجه تاني تعطينا النصيحه في الكومونتير ما كاينش كاع مشكل شيرات راكو تشوفوا هنايا شغل راه كاين كل كيما لي بول هذوك ولا مش عارف كيما الحبيبات هكا اي هذاك الهواء راه لداخل باش تخرجوه الا تضربوا البلا بلوزيغ فوا يخرج يولي يتقب غادي يولي لاباط تولي تتقب كيما هكا تولي تتقب اي صافي ضربوا البلا تاعكم شعال من خطره كي يخرج الهواء صافي وكيما قلت لكم تاني اللي قال الفرن يكون ديجا مسخن على درجه 180 درجه 180 دوغري وكي تدخلوا الكاطو تاعكم ماشي تدخلوا كل خطره تحلوا ترقبوا عليه لا ما يليقش كيما هكا يليق حتى كيما حنا نقولوا قارعوا
او موا 15 دقيقه ولا على الاقل 15 دقيقه باش من بعد العجين ما يهوج كيما حنا ومنش عارفه كيف فهمكم ما يهوج ما يوليش الاستيك. ايوا من بعد باش تعرفوا بلي العجين طاب دخلوا كيوردون ولا دخلوا خدمي ولا شي اللي عندكم كي تخرجوه تخرجوا ناشف هذاك لو تروك ساي لاباط تاعكم لاباط تاعكم راهي واجده. هذه هي شيرات ان شاء الله اكون فهمتكم غايه. بون هاي لاباط راهي طايبه الوغ شيرات باش من تحت كي شغل ما تغبنكمش نعطيكم نصيحه ديروا شويه الماء هكا من تحت باش هادي زعما كيما حنا نقولوا تساعدكم باش تقلعوا الكاطو تاعكم من بعد. فوالا تشوفوا شيرات تجي كي القطن شيرات في هذه المرحله كي شغل غادي تجيبوا طرشونه تكون من الديا شي مشمخه من الديا مازال راه حامي راح نحل طرشونتي كيما ها راح نجيب الكاطو تاعي ايه بالباتي كويسه مرولي باش يكذب بالفورما تاعي فوالا هيا وندخلها في الفريجيدير يبرد. الى دروك غادي ندير لا شونتيي تاع الكاطو تاعي لي وريت لكم لا ديرنيغ فوا قلت لكم هذه ماركه واحده اخرى شريتها بغيت نسييها هيا ونشوفها لا مليحه ولا لا. الوغ هذه تجي فيها زوج تاع ساشيات هيا اللي تبغي دير زعما زوج تاع ليكو باغ اكزومبل هذه وتزيد معاها شوكولا مذوبه ولا كش حاجه كيما هكا باش تبدلها لا كولور هذه بيضه ولا تشوها واجده. الوغ باش نعطيكم كيفاش تخدموا انا نخدم عيني ميزاني شيرات داك موالفا بصح باش نعطيكم كيفاش تخدموا الشونتي تاعكم ديروا عبر تاع حليب في عبر تاع في عبر تاع شونتي وحليب ماذا بكم يكون بارد سينو ديروا هذيك كي الحليب اللي كيكون كيما حنا نقولوا الا درتوا الحليبه عبر تاع حليب بارد في عبر تاع شونتيي الحليب كيما نعرفوا يجي ثقيل بصح الا درتوا بالماء ديروا عبر تاع شونتيي والعبر تاع الحليب تاع الماء استغفر الله نقصوا منه ا بوبري 2 دوا حتى 3 دوا شغل ما يجيش بزاف خاطرش الماء خفيف. انا كي شغل راه عندي ما عنديش بزاف تاع حليب غادي ندير الحليب ونزيد معاه الماء غادي ندير الحليب تاعي بارد وغادي نزيد الماء وانا ندير عيني ميزاني شيرات غادي نبدا نخلط بالباتر حتى هي حتى تولي الكريمه تاعنا بيان فيرمي كما حنا نقولوا ساي تولي ساي ما تبوجيش تولي غايه. وتشوفوا شيرات كما هكا ما تقوليش تسيل هذه هي راهي واجده الكريم تاعنا راهي واجده. بون بعد ما بدا يبرد هي غادي نقلع له البابي كويسون تشوفوا شيرات كشغل هذاك الما ندا لاباط شويه نداها كما حنا نقولوا راهي منديه هي ما تغبلناش في الكينغ لا بابي كويسه على هذيك فوالا هوب
غادي نبدأ التزيين. راهي باردة، شوفوا مازال راهي طرية. بون هنايا اللي تبغي لاباط تكون مشمخة، دير سيرو ديره، ولا سيرو اللي ينباع، ولا ديرو هكا باش تشمخوا لاباط. سينو انا ما نبغيهاش مشمخة، نبغيها هكا ناشفة. اون بليس راهي طرية، شوفوا كي القطن، هاتكو كي القطن. Yeah.
بون شيرات لا كريم اللي بقات لي درتها في لا بوشاتو وراح نزوق بيها. فوالا سي باش نكبر فيها هادو. وهنا فوق هادو راح ندير هكا. هادو ايوا بعد ما الغولي تاعي وجد الوغ نتوما تزوقوه بالشي اللي عندكم شيرات. انا درت اللوز مرحي كيما هكا ومن فوق هادو هنايا درت هادو. وانتوما اللي عندكم زوقوا به شيرات. ان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت وفتكم سهله ديروها لولادكم وبنينه اللي عجبتها لا فيديو تاع اليوم دير لي جيم. نوبلي با باش تبارطاجيو مع صحاباتكم. بيزو صحاباتي، باي باي.